أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الأساسي ومتابعي قناة مدارس الجنان الدولية، أهلا وسهلا بكم. معكم المعلمة هيفاء خميسي. ما زلنا في الوحدة الثامنة من كتاب الرياضيات للصف الثاني الأساسي بعنوان القسمة، واليوم بإذن الله سنتحدث عن درس جديد بعنوان القسمة 1 زائد القسمة 2 استكمالا لمفهوم القسمة الذي تناولناه في الدرس السابق، وسنحقق الأهداف التالية: أولا، سنتعرف إلى العلاقة بين عملية الضرب وعملية القسمة. ثانيا، سنحل بإذن الله تمارين على الضرب والقسمة. تعرفنا سابقا يا صغاري إلى أن الضرب عملية جمع متكرر، أما القسمة فهي عملية طرح متكرر. ثانيا، إلى أن الضرب يساوي عدد المجموعات ضرب عدد العناصر في كل مجموعة، أما القسمة فهي عملية توزيع بالتساوي. لنأخذ المثال التالي. نلاحظ هنا من الشكل الأول لدينا ثلاث مجموعات من هذه الأغنام، في كل مجموعة خمسة أعداد منها. طبعاً لتكوين جملة الضرب، طبعاً تعلمنا سابقاً كيف نكون جملة الضرب: عدد المجموعات 3 ضرب عدد العناصر في كل مجموعة 5 ويساوي 15. أما جملة القسمة التي تعلمنا كيفية تكوينها أيضاً بأن العدد الكلي 15 سنقسمه إلى 3 مجموعات. طبعاً الثلاثة مجموعات في كل مجموعة 5 عناصر. لاحظ أحبائي أيضاً أننا نستطيع أن نقسمها 15 إلى 5 مجموعات في كل مجموعة 3 عناصر. بذلك نلاحظ أن 15 تقسيم 5 يساوي 3، 3 ضرب 5 يساوي 15. نلاحظ أن الضرب هي عملية عكسية لعملية القسمة، وسنتأكد من ذلك من أمثلة أكثر. نأخذ المثال التالي. لدى هبة 12 حبة من البرتقال، تريد توزيعها بالتساوي على 3 صحون، لكنها تريد معرفة كم حبة ستضع في الصحن الواحد. هيا لنرى. وضعت في كل صحن 4 حبات. نلاحظ أن جملة القسمة المناسبة لهذا الحل 12 تقسيم 3 يساوي 4. 12 هي عدد حبات البرتقال جميعها وتسمى المقسوم. 3 هو عدد الصحون وتسمى المقسوم عليه. 4 عدد الحبات في كل صحن وتسمى ناتج القسمة. أما جملة الضرب، طبعاً 3 4 ضرب 3 ويساوي 12. طبعاً 12 عدد حبات البرتقال جميعها. 3 عدد الصحون، طبعاً هي عدد المجموعات. والأربعة عدد العناصر في كل مجموعة. نستنتج من هنا يا صغاري أن عملية القسمة عكس عملية الضرب، وعملية الضرب عكس عملية القسمة، وبذلك نستطيع أن نتحقق من أحدهما بالأخرى. نأخذ مثال آخر. وزع مدير المدرسة 20 قلماً على 4 طلاب بعد مشاركتهم في المسابقة الثقافية. أجيب عن الأسئلة الآتية: كم قلماً يأخذ كل واحد منهم؟ طبعاً 20 قلم تقسيم 4 طلاب ويساوي 5 أقلام. اكتب جملة القسمة طبعاً بهذا الشكل. اكتب جملة القسمة التي تعبر عن عدد الأقلام مع كل واحد منهم: 20 تقسيم 4 يساوي 5. أتحقق من صحة الحل بالضرب. طبعاً سنضرب 4 ضرب 5 يساوي 20، أو 5 ضرب 4 يساوي 20. المهم أن الناتج ضرب المقسوم عليه،
ونحن نعلم أن عملية الضرب عملية تبديلية. مثال آخر، جملة القسمة، طبعاً جدول، جملة القسمة في الطرف الأيمن وجملة الضرب في الطرف الأيسر، ونلاحظ كيف العلاقة بينهما. 8 تقسيم 2 يساوي، أحسنتم، 4. طبعاً سنتأكد من الحل، 4 ضرب 2 يساوي 8. 20 تقسيم 5 يساوي 4، للتأكد 4 ضرب 5 يساوي 20. بهذه الطريقة الحل. مثال آخر، اكتب عددا مناسبا في المربع. 20 تقسيم 5 يساوي، أحسنتم، 4. ما هو العدد الذي نقسمه على 4 الناتج 4؟ أحسنتم، 16. 4 تقسيم ماذا يساوي 2؟ 4 تقسيم 2. بهذه الطريقة الحل. طبعا هذا المثال لكم يا صغاري، لكن سنتعاون للحل. جملة القسمة وجملة الضرب، 12 تقسيم 4 يساوي، كيف سنتأكد من ذلك؟ 12 تقسيم 4 يساوي 3، للتأكد 3 ضرب 4 يساوي 12. طبعا جملة القسمة الثانية، طبعا الأمثلة كثيرة، لكن ماذا سنفعل؟ جملة الضرب ستحكمنا طبعا بأن ما هو العدد الذي سأضربه في 2 يكون الناتج 6؟ 3. إذن جملة القسمة 6 تقسيم 3 يساوي 3. 8 تقسيم 4 يساوي 2. 2 ضرب 4 يساوي 8. أنا أثق بكم وبقدراتكم على الحل، وبذلك يا صغاري نكون قد انتهينا من درسنا بعنوان القسمة 1 زائد القسمة 2، وتعلمنا في هذا الدرس بأن العلاقة بين عملية الضرب والقسمة هي عملية عكسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.